والسلام عليكم، ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ قبل كده لما كنا بنيجي نشتري موبايل جديد بندور على موبايل حلو وبيناسب يعني استخداماتنا وميزانيتنا، بس المشكله دلوقتي ان في الفئه يعني المتوسطه او الفئه الواحده حتى في اكتر من 4 أو 5 بدائل وكلهم كويسين جدا الحقيقه ورهيبين برضو من بعض في نفس الوقت. يعني في فائض في الموبايلات المميزه دلوقتي في السوق وده بيخلينا برضو ايه يعني يكون في حيره. طب اشتري ريدمي؟ لا ده اشتري ريلمي. طب انفينكس موبايلاتها حلوه؟ لا يا عم ده انا هرجع لسامسونج انا متعود عليهم وخلاص، ولا اروح لاوبو ولا واوي ولا اونر ولا اروح لايه بالظبط. بعد شويه بتستقر على الموبايل، خلاص هشتري موبايل فلاني، بتلاقي هوب على الفيسبوك تلاقي بوست بيقول لك لا الموبايل ده وحش والموبايل خد تاني موبايل احسن، وتبدا الحيره من الاول تاني. وغالبا اصلا اللي بيحتار قوي كده يروح يشتري موبايل من البراند اللي كان معاه اصلا قبليها، او حتى بيشتريش حاجه اصلا. ويجي بقى هنا دور اخوك نوار عشان يعني مع بعض كده نفك الطلاسم بتاعت الهواتف الكتير اللي موجوده في السوق في الوقت الحالي، ونحاول نختار الموبايل مثالي في كل فئة سعرية. وده القانون الثابت اللي بنمشي عليه في الفيديو هنا، موبايل او موبايلين بحد اقصى ما ينفعش نختار اكتر من 2، وبالتالي لازم نغربل دايما السوق كويس وندور على افضل البدايل. وحابب انوه يا جدعان ان جميع الاسعار هي وقت تسجيل الفيديو دوت وممكن تزيد او تقل من 150 ل 200 جنيه على حسب المكان اللي هتشتريه منه. وقبل ما اتعمق اكتر من كده يا ريت تعمل اشتراك او سبسكرايب وتفعل الجرس عشان ما تفوتكش اي فيديو جديد ننزله، وما تنساش تدعم نوار بلايك للفيديو. بالنسبه لفئه تحت ال 2000 جنيه دلوقتي في مصر ما انصحش بيها حاليا، وحاول تزود ميزانيتك على قد ما تقدر تطلع للفئه اللي بعديها، لان هتلاقي يعني موبايلات يعتمد عليها وتعيش معاك او تقعد معاك لوقت اطول. فئه من 2000 جنيه لاقل من 3000 جنيه، ودي فئه اقتصاديه والحياه كانت ضايعه زمان قبل كده، استورت جدا الفتره الاخيره وبقت يعني هنا ممكن تشتري موبايل جيمنج محترم جدا ويعتمد عليه، والمنافسه بقت شديده جدا ما بين البراندات، براندات كتير. فلو قلنا موبايلين بس ما بين المطحنه اللي موجوده في الفئه دي، فاول موبايل هنا هنختاره هيكون الموبايل المثالي في فئته. دي قصه صغيره كده، الموبايل ده نزل بره مصر في 2020، كان الاخ الاصغر لموبايل سامسونج M31 M31، لكن وصل بعديه متاخر بكتير باكتر من حوالي 6 شهور، وسعره نزل جدا الفتره الاخيره على طول. لو لسه ما عرفتش احنا بنتكلم على ايه، هو جالاكسي M21 M21. لاول مره من فتره كبيره بنشوف موبايل من سامسونج بشاشه سوبر اموليد تحت ال 3000 جنيه، ومش بس كده معاك كمان بطاريه 6000 ملي امبير بطاريه عملاقه، والموبايل ده يعتبر يعني مناسب جدا لمحبي مشاهده الافلام والمسلسلات وحتى التصفح لساعات طويله على النت. بيجي بنفس معالج M31 واللي ازيد باكتر من 1300 جنيه دلوقتي، اكزينوس 96 11، معالج كويس جدا في الفئه دي. كاميرا اساسيه 48 ميجا بكسل واماميه 20 ميجا بكسل، بدعم للشحن السريع ب 15 واط، واقدر اقول لك ان ده اكتر موبايل بنصح بيه في فئه ال 2000 جنيه دلوقتي. سعر الموبايل ده دلوقتي نزل وبقى 2800 جنيه، ممتاز جدا، 4 جيجا رام مع 64 جيجا مساحه داخليه. واول ما نزل على فكره كان متسعر ب 3500، يعتبر صفقه ممتازه الحقيقه من العملاقه الكوريه سامسونج. خلينا نسمع كلمتين من سبونسر فيديو النهارده. موقع لك ايج بلاك كام بيكسبك فلوس مجانا لانه بيرجع لك نسبه ممكن توصل ل 20% كاش باك على مشترياتك اونلاين. الشراكه بينهم بين اكتر من 2000 براند ومحل زي سوق وجوميا وامريكان ايجل واتش ان ام وغيرهم كتير. موقع كل استفاده، انا شخصيا بستخدمه من اول ما بسجل مجانا، من الرابط اللي هسيبه لك تحت الفيديو بتاخد 50 جنيه في رصيدك تستفيد بيها بعد اول عمليه شراء، وكل ما مثلا تشتري موبايل عادي جدا او اي سلعه من على سوق او جوميا بيرجع لك كاش باك مجاني، فدي حاجه عظيمه جدا. وعشان لك يوم حريفه العروض ما تنساش تستفيد بعروض الصيف بتاع في الكاش باك من لاكي، وهتلاقي كمان موقع بوكينج عشان تحجز اجازتك بسهوله ويرجع لك فلوس مجانا. مش بس كده، كمان لاكي ايجيبت هو اسرع موقع في مصر بيرجع لك الكاش باك بعد 17 يوم من الشراء بس، وتقدر تسحب كمان الكاش باك بتاعك كل شهر على طول من غير ما تستنى. طيب الكاش باك اللي جالي ده هستفيد منه ازاي؟ ممكن تسحبه على حسابك البنكي او منافذ امان، او تشحن بيه رصيد لموبايلك، او تشتري بيه مره ثانيه من ابلكيشن لاكي. والمميز دلوقتي ان تقدر تستخدم موقع او تطبيق لاكي للاستفاده من العروض الاونلاين براحتك جدا. هسيب لك رابط التسجيل تحت الفيديو، لو عندك اي سؤال تقدر تسالني على رسائل انستجرام. ويلا بينا نكمل الفيديو. الموبايل بقى المثالي اللي بعده في الفئه دي، واللي هو تم اختياره لانه بيقدم مزايا كتير ما فيش اي موبايل عمره اصلا نزل بيها في الفئه دي خالص، يعني هو ثابت، لان اول مره فعلا نشوف شحن 33 واط في موبايل اقتصادي تحت ال 3000 جنيه. الموبايل اللي بنتكلم عنه هنا هو ريدمي نوت 10 العادي من شاومي. شاومي عندها ما لا يقل عن 4 موبايلات منافسين جدا في الفئه السعريه دي لوحدها، بس اخترنا ريدمي نوت 10 العادي لانه بيتميز بشاشه اموليد بالوانها الفيفيد والكونتراست العالي، وتصميم يعتبر شيك فشخ، يعتبر اشيك تقريبا موبايل في الفئه دي. واحده سرند 2021 في التصميم، وعليه كويس، سناب دراجون 678، بيشغل ببجي كول اوف ديوتي على اعدادات عاليه، بيشغل لعبه زي فورتنايت بس على اقل اعدادات لان طبعا لعبه تقيله جدا، شحن مميز 33 واط، بطاريه كبيره ل 5000 ملي امبير، كاميرا اساسيه 48
40 ميجا بكسل. سعر الموبايل دلوقتي 2950 جنيه، 4 جيجا رام مع 64 جيجا مساحه داخليه. فاللي بعديها بقى وهي فئه من 3000 جنيه لاقل من 4000 جنيه، فدي كان فيها هدوء الفتره اللي فاتت، يعني هدوء كبير الحقيقه، لان المنافسه الشرسه كلها كان في فئه ال 4000 جنيه. فما زلنا هنا مكملين مع موبايلات 2020 ما قدمناش غيرهم. في هنا موبايل دايما بيكون لي مكان هو ريلمي 6، موبايل ممتاز جدا بس للاسف صعب جدا تلاقيه دلوقتي، وحتى الكميه اللي كانت موجوده منه في المحلات بقت قليله جدا ونادر جدا. بس لو لقيته قدامك وانت بتحب الجيمز اقتنيه فورا، موبايل كويس جدا من ريلمي. براند بوكو، احدث براند فرعي من شاومي، انا اختار من بوكو بوكو اكس 3 ان اف سي. الموبايل ده يا جدعان بيجي بمعالج فئه متوسطه محترم وحديث سناب دراجون 732 جي، بيجي باداء مستقر جدا في الالعاب ويعتبر بيقدم مزايا كتير بتميزه في الفئه ديت، زي الشاشه مثلا ال 120 هرتز، خاصيه الان اف سي، تقدر تستخدم الموبايل كريموت كنترول، ستيريو سبيكر من سماعتين من السماعه احاديه، والصوت برضك يعتبر بتاعه عالي جدا، شحن سريع 33 واط، والشاحن برضك اللي في العلبه بنفس السرعه. بطاريه الموبايل كبيره وبتكمل اليوم او حتى اليومين مرتاح لو انت استخدامك متوسط، 5160 ملي امبير. شاشه برضو هنا كبيره بس مش ضخمه قوي، ودي من الحاجات اللي انا شخصيا بفضلها. الكاميرا الاساسيه 64 ميجا بكسل. سعر الموبايل ده نازل 500 جنيه وبقى 3500 جنيه، 6 جيجا رام مع 64 جيجا مساحه داخليه. وصدقني الموبايل ده يعني يستحق كل جنيه تقريبا بيدفع فيه. كده يعتبر احسن برضك من ريدمي نوت 9 اس عشان الناس اللي بتسال، واحسن برضو من ريدمي نوت 9 برو. الموبايل اللي بعده هو انفينكس 08 اي، موبايل مميز من انفينكس، بيجي بشاشه ضخمه 6.85 بوصه من نوع اي بي اس ال سي دي، ومعدل تحديث او ريفرش ريت 90 هرتز، وتاتش سامبلينج 180 هرتز. بيجي معالج الالعاب الغني عن التعريف من ميديا تيك التايوانيه هيليو جي 90 تي، والموبايل ده خلي بالك يعتبر نسخه قريبه جدا من ريلمي 6، يعني لو ما لقيتش ريلمي 6 ممكن تخليك مع الموبايل دوت من انفينكس. واعتبر الموبايل ده مناسب للجيمرز وخاصه ببجي. البطاريه فيه متوسطه 4500 ملي امبير مع الشحن السريع 33 واط، والكاميرا الاساسيه هنا 48 ميجا بكسل، والموبايل يعتبر تصميم مختلف ومميز شويه عن باقي الموبايلات. فاكيد ليه مكان هنا لان سعره اتحرق دلوقتي وبقى 3550 جنيه، 8 جيجا رام مع 128 جيجا مساحه داخليه. 828 يعتبر ميزه برضك في الفئه دي. فئه بقى من 4000 جنيه لاقل من 5000 جنيه، الفئه دي يعني مسيطره عليها بالكامل شاومي باحدث اصداراتها اللي نزلت السنه دي اللي هي من وقت صغير، والصعب جدا الحقيقه تلاقي منافس مباشر يقدر يقدم اللي بيقدموه هنا. في برضه موبايلين تانيين سعرهم نزل من ريلمي، وهم ريلمي 7 وريلمي 7 برو، الاثنين بقوا تحت ال 5000 جنيه على فكره. الموبايلات دي تعتبر كويسه جدا بس مش الموبايلات الحقيقه المثاليه فئتهم السعريه. فاول موبايل مثالي هنا هو ريدمي نوت 10 برو. الموبايل ده يا جدعان عمل ضجه كبيره جدا اول ما نزل، موبايل يعتبر شبه متكامل من شاومي، بيصلح يعني لاكثر من استخدام، مثلا انا بحب الجيمز مناسب ليا، انت بتحب التصوير مناسب ليك، فالموبايل برده مناسب لاكثر من استخدام وشاشه كويسه وكل حاجه، ودي حاجه نادره انك انت تلاقيها في هواتف الجيمز، عشان هواتف الجيمز اصلا ما بتركزش على الكاميرا. وحتى اللي بيحبوا يعني افرض انا بحب والله مشاهده المسلسلات بقى والافلام على الموبايل والفيديوهات واليوتيوب وكده، برده الموبايل مناسب. اول مره نشوف شاشه امل في سلسله ريدمي نوت بدلا من اي بي اس. الشاشه كمان بتيجي بريفرش ريت 120 هرتز، كاميرا اساسيه هي الاعلى في الفئه دي 108 ميجا بكسل، بيجي بمعالج متوسط سناب دراجون 732 جي، نفس المعالج اللي كان موجود في بوكو اكس 3 ان اف سي. بطاريه الموبايل ده 5020 ملي امبير، شحن سريع 33 واط، والشاحن معاك في العلبه بنفس السرعه. سعر الموبايل الرسمي 4222 جنيه، 6 جيجا رام، 128 جيجا مساحه داخليه. وانصح جدا ما تشتريش بازيد من السعر الرسمي، عشان في بعض التجار بيستغلوا الطلب الكبير على الموبايل دوت وبيبدا بقى يحط الاسعار او يسعر باسعار عاليه هو عايزها. الموبايل اللي بعده بوكو اكس 3 برو. بوكو اكس 3 برو خلي بالك من مسميات، ده غير بوكو اكس 3 ان اف سي، ده يعتبر نفس تصميم الموبايل اللي هو الان اف سي ونفس الشكل الخارجي، بس العتاد الداخلي هنا الحقيقه اقوى بمراحل. بيجي معالج مبهر جدا، معالج رائد، بسعر موبايل متوسط سناب دراجون 860، اداء جبار خاصه في الالعاب، مع شاشه 120 هرتز من نوع اي بي اس ال سي دي، هتستفيد هنا فعلا من فريمات ازيد او فريمز ازيد في الالعاب اكتر حتى من حاجه زي ريدمي نوت 10 برو. ميزه كمان جامده في الموبايل ده هو نوع الذاكره الداخليه يو اف اس 3.1، دي تعتبر ميزه مميزات الفلاج شيب، ازاز حمايه على الشاشه، الاصدار السادس جوريلا جلاس، وده موبايل الجيمرز الافضل. الكاميرا الاساسيه 48 ميجا بكسل، بس ما زلت يعني بنصح بالموبايل ده وخاصه لاي جيمر عاوز تجربه يعني موبايلات رائده بسعر رخيص او سعر متوسط. سعر الموبايل الرسمي
4600 جنيه، 6 جيجا رام مع 128 جيجا مساحة داخلية، ويا 3 نفس الكلام بتاع ريدمي نوت 10 برو عليه. اشتريه يا جدعان بالسعر الرسمي بس، ممكن تسأل عليه الأول برضه في فروع مي ستورز أو اللي هي الفروع الرسمية بتاعتهم أحسن. فيه بقى من 5000 جنيه لأقل من 6000 جنيه، ودي فئة الموبايلات المتوسطة. ولو طلعت الفئة اللي بعديها هتمسك موبايل فلاكشيب كيلر، يعني هنا آخر موبايلات فئة متوسطة معانا. بس طبعا هنا في موبايلين، أول موبايل فيهم من العملاق الكورية سامسونج هو جالاكسي A52 موبايل متوسط وشيك جدا من العملاق سامسونج، يتميز بالشاشه السوبر اموليد. مش بس كده، المره دي دون 90 هرتز كمان معاها، حجم مناسب جدا للشاشه 6.5 بوصه، ده يعتبر يعني نقول الحجم المتوسط او الحجم المفضل في 2021. وعامه لو انت بتدور على سامسونج تاخد افضل شاشه سوبر اموليد من سامسونج وانت مغمض عيني. اربع كاميرات، الاساسيه 64 ميجا بكسل والاماميه 32 ميجا بكسل، ومعالج كويس مش اقوى حاجه الحقيقه ولكن مناسب للفئه ديت وكويس. هي سامسونج المعالجات عندهم مش بيديك حاجه عاليه قوي. سناب دراجون 720 جي، الموبايل فيه اي بي 67 مقاوم للغبار والميه، تثبيت بصري، يعني دي ميزه خلاك نادره جدا في الفئه دي، وميزه فلاكشيب. بطاريه الموبايل دوت 4500 ملي امبير، بيدعم الشحن السريع ب 25 واط، بس الشحن اللي في العلبه 15 واط بس. افضل سعر الموبايل دلوقتي هو 5500 جنيه لنسخه 8 رام مع 128 جيجا مساحه داخليه، اوبو رينو 5 4G. موبايل كويس جدا على فكره من اوبو، بيتميز بالشاشه الاملت 90 هرتز مع الشحن السريع جدا او الشحن الصاروخي 50 واط، بطاريه 4310 ملي امبير، والكاميرا اماميه 44 ميجا بكسل، والاساسيه هنا هي 64 ميجا بكسل. الموبايل ده وزنه خفيف جدا، معالج هنا سناب دراجون 720 جي زي الاي 52 من سامسونج، وعلى عكس الموبايل اللي فات فهنا في العلبه شاحن 65 واط. انا الموبايل اخد 50 واط؟ لا يا عم، خد لك 65 واط معاك. افضل سعر الموبايل دلوقتي هو 5700 جنيه، 8 جيجا رام مع 128 جيجا مساحه داخليه. في بقى من 6000 جنيه لاقل من 7000 جنيه، دي في الفلاج شيب كيلرز دلوقتي في مصر. شاومي هي اللي بدات الترند ده الحقيقه، وده معناه ان تقدر تمسك هنا موبايل فيه معظم مميزات الفلاج شيب وخاصه المعالج بسعر الفئه المتوسطه، دي تعتبر صفقه طبعا ورفاهيه ما كانتش متاحه لينا قبل كده. هنا موبايل هو لسه جديد في مرحله الحجز المسبق دلوقتي، وهو بوكو F3. موبايل ده في معالج فلاكشيب قوي جدا سناب دراجون 870، مش بس كده بيتميز كمان بالشاشه الاماليد 120 هرتز، البطاريه المتوسطه هنا 4520 ملي امبير مع الشحن المعهود من شاومي 33 واط، مش سريع جدا طبعا زي ريلمي واوبو مثلا. والموبايل بيجي بمميزات فلاكشيب كتير ما عدا الكاميرا، الكاميرا هي اقل حاجه في الموبايل دوت 48 ميجا بكسل. الموبايل دلوقتي معاه هديه حجز مسبق السماعات تي دبليو اس بتاعتهم، سعر الموبايل الرسمي 6400 جنيه، 6 جيجا رام مع 128 جيجا مساحه داخليه. مي 10 تي اختيار مثالي في الفئه ديت، سلسله مي هي اعلى سلسله من شاومي، ويعني يعتبر موبايلات المميزه بتاعتهم، لانه هنا بيجي بشاشه اي بي اس 144 هرتز مع معالج فلاج شيب سناب دراجون 865. على فكره معالج بوكو اف 3 اكبر من دوت، بس يعني لو انت اهم حاجه عندك مثلا اداء لا روح للبوكو اف 3. بطاريه الموبايل ده كبيره 5000 ملي امبير مع شحن سريع، اكيد انت عارف دلوقتي 33 واط في كل الموبايلات تقريبا. سعر الموبايل دلوقتي 6750 جنيه، 8 جيجا رام مع 128 جيجا مساحه داخليه. بس لو انت بقى بتدور على الشاشه الاحسن والمعالج الاعلى شويه، وخاصه مع هديه الحجز المسبق يعتبر حاجه مغريه دلوقتي، فانصح اكتر بالموبايل اللي قبله. بس يا ريت تقول لنا رايك في الهواتف اللي قلناها في الفيديو، او في موبايل معاك شايف ان هو يستحق ان يكون في الفيديوهات القادمه شاركنا بيه في التعليقات. ورب يكون الفيديو عجبكم، وما تنساش اللايك الجميل، سبسكرايب لو لسه، وتابعني على انستجرام وفيسبوك، رابط تحت الفيديو. كان معاكم محمد نور، واشوفكم الفيديو الجاي. Peace.